الإضاءة الذكية من شاومي يي لايت. ده حبل النور أو الإضاءة الذكية المقدمة من شاومي، أو اللي هي اسمها اللايت ستريب، حبل النور بالبلدي، مقدم من شاومي. خلينا نستعرضه ونتكلم عن إمكانياته. قبل ما نبتدي الشرح هسيب لكم السعر ورابط الشراء في صندوق الوصف في الأسفل. طيب دي العلبة اللي جاية معاه، ده اللي مكتوب عليها، يعني متوافقة كمان مع جوجل وممكن تتحكم فيها من الموبايل عن طريق جوجل وأبل، وده شكل العلبة من الداخل وممكن كمان تطول حبل النور. طيب خلينا نفتح العلبة، ده الأول اكستنشن لو حابب تطوله تخليها، المفروض اللي بيجي هنا أعتقد 2 متر ولكن تقدر تطولها لحد 10 متر عن طريق الاكستنشن ده. طيب دي العلبة ومحتوياتها، بيجي طبعا حبل النور نفسه على واجهة العلبة، ده شكل المجموعة كده، هي جاية كده، حبل النور نفسه أو اللايت ستريب نفسه هنا، وده بورت، ودي المفروض ده جهاز التحكم فيه زرار واحد، خلينا نركن دي كده على جنب. وطبعا جاي ده دليل المستخدم، وفي كارت في الداخل يعني ماشي، خلي دول كده هنا كمان معانا. وجاي كمان ده المحول نفسه اللي بيشغله، تقيل نسبيا، وعلى ما يبدو طبعا ان البورت ده هو اللي بيشغل الكهرباء هنا، فاحنا المفروض ندخل دول كده في بعض وبعدين تلف لفة تسمع التك فتعرف انها شبكة. خلينا نجرب نشغلها لأول مرة. اوكي، يعني الألوان بتتغير بألوان الطيف وقاعدة تتغير طول ما انت ضاغط على الزرار. اوكي، فضغطة واحدة بيفتح ويقفل، وضغطة مطولة بيغير اللون، فمن هنا تقدر تغير اللون. طبعا بما انه منتج من منتجات شاومي فتقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل، عن طريق جاي بنفس اسمه، اسمه يي لايت، تقدر تنزله وتعمل اضافة للحبل النور ده ببساطة على شبكة الواي فاي بتاعتك في البيت، وخلاص تقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل. من هنا في الأسفل تقدر تفتح وتقفل الإضاءة، وتقدر كمان تتحكم في الألوان براحتك، يعني خلينا نخلي الكاميرا على اللمبة نفسها، ومن هنا تقدر تتحكم في الألوان زي ما أنت عايز، حتى يعني الإضاءة البيضاء إلى حد ما حلوة. وممكن كمان تعمل فولو، الفولو إن هو يعمل لك مجموعة ألوان بالشكل ده، تختار مجموعة ألوان وهو يقعد يقلب منها. طبعا انا عامل كده يعني سرعة الحركة بين الالوان سريعة، الفولو سبيد سريعة، فممكن نقللها شوية فتبقى بالشكل ده، فيتنقل بين الالوان ولكن تنقل بطيء شوية مش سريع، مثلا لو حطيناها في النص كده، فيعني نلاحظ انه التنقل بين الالوان سرعته بتتغير زي ما بتغير انت. من هنا كمان في المفضلة تقدر تضيف يعني بروفايل معين او وضع معين، فمثلا وضع السان رايز، وضع شروق الشمس يخلي الاضاءة بالشكل ده، ووضع النايت مود يعني يكون جو هادي شوية تقدر تنام فيه فيكون الاضاءة بالشكل ده. ففي العموم يعني دي المجموعة كلها، مثلا لو عملنا الاضاءة حمراء وقوية، فكمان سطوع الاضاءة بصراحة قوي جدا، يعني لو هتحطه في بيت فعلا هيقدر يغطي مساحة جيدة جدا من البيت. دي طرق مختلفة تطبيقات عليه وطرق مختلفة لاستخدامه، تقدر مثلا تحطه ورا شاشة التلفزيون علشان يدي إضاءة في الخلفية بالشكل ده تكون مبهرة شوية، ممكن كمان تحطه يعني في منظر جمالي بالشكل ده، أو تستعمله في ميني بار أو في أماكن مختلفة في بيتك. دي كل حاجة طبعا للناس اللي عندها هب في البيت او السمارت هوم وعندهم السمارت هب علشان يكون متوافق مع اجهزة كتيرة، فده كمان مدعوم بأليكسا وكمان مدعوم بجوجل هوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون لقيت فيه معلومة مفيدة، متنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير، ومتنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرفون، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.